فريق الوداد الفاسي. الدقيقة 50 والهدف الأول، يعني مجهودات فريق الوداد الفاسي يعني المتسجيل فرحة هذه فريق الوداد الفاسي. المسجل اللاعب تجديد منور هو مسجل الهدف الوحيد. ضربة رأسية، قلت أن الضربات الثابتة عنصر الخطورة في أداء فريق الوداد الفاسي. الدقيقة 50 اللاعب تجديد سجل الهدف الأول لفائدة فريق الوداد الفاسي. يعني المجهودات كللت